وفي عناوين برنامج من لندن لليوم. روسيا تقول إن أمريكا تجاهلت مقترحات لمناقشة اتفاقية بشأن أسلحة الفضاء. الجيش البولندي يستخدم القوة لإعادة المهاجرين الذين يحاولون اجتياز الحدود. فرنسا وبريطانيا تشددان إجراءاتهما ضد مهربي المهاجرين. وفي الصحافة البريطانية نقرأ أيضا: جونسون يقف بجانب أوكرانيا ويحذر من خط أنابيب الغاز الروسي. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بيلاروسيا في الوقت الذي يتجمد فيه الآلاف من المهاجرين على الحدود مع بولندا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة تجاهلت مقترحات روسية وصينية لمناقشة اتفاقية محتملة بشأن أسلحة الفضاء. جاء هذا بعدما اتهم مسؤولون أمريكيون موسكو بإجراء اختبار خطير لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية. وأصفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات الولايات المتحدة باتهام روسيا بخلق مخاطر على محطة الفضاء الدولية بالباطلة والمضللة. من جانبها، أدانت الولايات المتحدة إجراء تجربة صاروخية شكلت تهديدا لحياة طاقم العمل على متن المحطة الفضائية الدولية، وأسفرت التجربة عن تفجير أحد الأقمار الصناعية الروسية مخلفا بعض الحطام، اضطر طاقم المحطة الفضائية الدولية إلى الاحتماء داخل كبسولات. يبدو أن صراع القوى الكبرى سينتقل إلى الفضاء، فقد أشعلت تجربة الفضاء الصاروخية الروسية غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفت التجربة بالخطيرة وغير المسؤولة. التجربة الفضائية أدت إلى تفجير أحد الأقمار الصناعية الخاصة بروسيا، ما تسبب في حطام كبير أجبر طاقم محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في كبسولات. وتضم المحطة حالياً 7 من أفراد الطاقم على متنها، وهم 4 أمريكيين وألماني وروسيان. وتوالت ردود الفعل الدولية الغاضبة على التجربة. واشنطن قالت إن موسكو تعرض الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية للخطر. أجرى الاتحاد الروسي بتهور تجربة قمر صناعي مدمرة لصاروخ مباشر مضادة للأقمار الصناعية ضد أحد أقمارها الصناعية. كما تابعت ناسا الحادثة عن قرب. نتج عن التجربة حتى الآن أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري الذي يهدد الآن مصالح جميع الدول. الصين عبرت عن صدمتها من التجربة الروسية، لافتة أنه ليس من المعقول أن تتسبب روسيا ذات التاريخ الكبير في رحلات الفضاء البشرية في تعريض رواد الفضاء الأمريكيين والدوليين على محطة الفضاء الدولية للخطر. فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والس إن الاختبار يظهر تجاهلاً تاماً لأمن الفضاء وسلامته واستدامته. ولكن موسكو كان لها رأي آخر، فقد قللت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس من شأن الحادث. ومرت المواد مجهولة المصدر على مدار المحطة الدولية دون وقوع خسائر، لكن التركيز في الوقت الراهن على المصدر الذي أتت منه تلك الأشياء. ويبدو أن تلك المواد جاءت من حطام قمر التجسس الروسي كوزموس 1408، وهو قمر صناعي روسي للتجسس أطلق عام 1982 ويزن أكثر من طن وتوقف عن العمل منذ عدة سنوات. وكانت شركة اليولابس لتتبع الحطام الفضائي قد أكدت أن أجهزة الرادار الخاصة بها في نيوزيلندا رصدت عدة أجسام في المكان الذي كان من المفترض أن القمر الصناعي المتوقف عن العمل يوجد فيه. لمزيد من المتابعة انضم إلينا من موسكو مراسل الغد يوسف بيجار، ومن واشنطن سهيل الشاعر مراسلنا هناك. أهلا بكما. أبدأ معك يوسف، يعني لماذا تصر موسكو على إجراء هذه التجارب الصاروخية؟
نعم، في الواضح يبدو أننا أمام مشهد جديد من مشاهد التنافس والسباق في الفضاء بين الغريمين التقليديين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. تجربة التي قامت بها روسيا وصفتها واشنطن بأنها تهور وبأنها تشكل خطرا عن عمل المحطة الدولية في الفضاء. هذه الاتهامات التي قابلتها أولا وزارة الدفاع الروسية بتأكيد بأنها أجرت تجربة صاروخية في الفضاء استهدفت عن طريقها قمر اصطناعي يعود إرساله من طرف الاتحاد السوفيتي إلى عام 1982، وهو قمر اصطناعي خارج الخدمة بحسب وصف وزارة الدفاع الروسية. وأكدت بأن ما نتج أو الحطام الذي نتج عن تحطيم هذا القمر الاصطناعي لا يشكل أي تهديد لعمل المحطة الدولية. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أنها من حقها أن تجري هكذا تجارب، خاصة وأن البنتاغون أعلن سنة 2020 وبكل صراحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت استراتيجية جديدة في الفضاء، الهدف الأساسي منها هو تحقيق التفوق الشامل للولايات المتحدة في الفضاء، ما يدفع بالجانب الروسي حسب البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية بأن تطور من قدراتها للحفاظ على الاستراتيجية أو الحفاظ على موازين القمى بين الولايات المتحدة وروسيا. موسكو ذهبت لأبعد من هذا عندما اتهمت واشنطن بأنها تتهرب من المطالب الروسية الصينية لتقنين عمل المجال الفضائي والجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار، وتؤكد دوما بأن الجانب الأمريكي تجاهل المطالب الروسية الصينية، ويبدو أنه يذهب نحو عدم التقيد بأي اتفاقيات أو غير أو الالتزامات نحو النشاطات الفضائية، ما يدفع بالجانب الروسي لتطوير قدراته العسكرية، وهو ما شاهدناه في التجربة الأخيرة التي أطلقتها وزارة الدفاع والتي استهدفت بها قمرا اصطناعيا. هذا يفتح المجال أمام ما بات يعرف في أروقة الكريملين والبيت الأبيض بمحاولات عسكرة الفضاء، وهي المحاولات التي نددت بها روسيا في الكثير من المناسبات، ودعت بذلك الجانب الأمريكي إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار وإلى تقنين نشاط الفضاء بما يتوافق تماما مع النشاط السلمي للدراسات الفضائية والتعاون بين روسيا والولايات المتحدة في هذا المجال. نعم، نسمع أيضا من مراسلنا من واشنطن سهيل الشاعر. سهيل، يعني بالفعل يعني لماذا كل هذه الإدانة والغضب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذه التجارب الروسية الصاروخية في وقت يعني كان هنالك دعوة من قبل روسيا للولايات المتحدة وكان هنالك رفض من قبل الولايات المتحدة حيال المفاوضات أو إجراء أي اتفاقية حول ذلك؟ نعم، بالنسبة للولايات المتحدة فهي ترى أن هذه التجربة هي تجربة متهورة وقد عرضت للخطر حياة رواد الفضاء الموجودين في محطة الفضاء الدولية، ونجم عن هذه التجربة حطام يتجاوز عدد الشظاياه 1500 قطعة يعني حطام تجوب الفضاء الخارجي وتعرض الأقمار الاصطناعية والأجرام الفضائية الاصطناعية الموجودة تعرضها للتعطل وللخطر، ولذلك فهي ترى أن هذا عمل غير مسؤول من جانب روسيا، وترى أنه روسيا كانت قد أعلنت في الماضي أنها ضد تسليح الفضاء، ولكنها الآن تقوم بتجارب تثبت عكس ذلك، وهي تناشد الدول التي ترتاد الفضاء للتعاون معها للوقوف في وجه مثل هذه التجارب، وكذلك لوضع ضوابط ومعايير جديدة للتسلح الفضائي ولتجنب مثل هذه الأعمال. بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة لا تريد العودة إلى حقبة حرب النجوم، وهي يعني الآن تواجه العديد من الأزمات، فهي ليست بحاجة إلى أزمة جديدة مع روسيا، ولكن في الوقت ذاته فهي إذا اضطرت لذلك فهي ستضطر لأن تعيد توازن القوى لصالحها، ولكن هذا ليس ما ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الحالي. في الوقت الحالي الولايات المتحدة تريد التأكد من أن الفضاء يعني أن الفضاء والأقمار الاصطناعية والمحطة الفضائية الدولية ستكون بأمان، ولن لن يكون هناك أي تعرض لأي مصالح اقتصادية أو إعلامية أو فضائية من خلال أي استهداف لأي أقمار اصطناعية خارجية، وهذا هو ما ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
ويعني في يعني نحن بانتظار اي بيانات جديده او تعليمات جديده بالنسبه لل من تصدر من وزاره الدفاع الامريكيه او من وزاره الخارجيه بخصوص هذا الموضوع. وكذلك قد يكون هذا لهذا الموضوع اثر على نعم. شكرا جزيلا لك، وضحت الصورة. سهيل الشاعر مراسل الغد من واشنطن، ويوسف بيغار من موسكو، شكرا لكما. عززت دول الجوار مع بيلاروسيا من تواجدها العسكري، فيما أكدت أوكرانيا أنها جاهزة عسكريا لأي احتمال مع روسيا. وبيلاروسيا تطالب كل من بولندا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا بضرورة تفعيل المادة الرابعة لميثاق حلف الشمال الأطلسي المرتبطة بالدفاع المشترك. أزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي باتت ترتفع تداعياتها بين الأطراف. دول الاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية طالبت حلف الشمال الأطلسي بتفعيل المادة الرابعة للدفاع المشترك لميثاق الحلف، ويتهم دول الجوار كل من مينسك وموسكو باستعمال ورقة المهاجرين لزعزعة استقرارهم والتنصل من العقوبات الأوروبية المفروضة على بيلاروسيا، وهو ما تنفيه مينسك وحليفتها موسكو، فيما أعلنت أوكرانيا أنها جاهزة للرد على روسيا في ظل التواجد العسكري للطرفين على حدود البلدين. القوات المسلحة مستعدة لصد أي هجوم وتبلغ عن كل التطورات، ولهذا السبب ليس لدينا لا ذعر ولا خوف، ونحن نفهم الوضع بوضوح. الشيء الوحيد المهم الآن هو توحيد الجهود من العالم المتحضر برمته في الوقت الذي تدور فيه حرب مختلطة، والوضع الذي يظهر اليوم على الحدود البيلاروسية هو جزء من حرب مختلطة. معاناة المهاجرين مستمرة، أكثر من 4000 لاجئ على حدود بيلاروسيا ينتظرون دخول دول الاتحاد الأوروبي، فيما تعزز دول الاتحاد من تواجدها العسكري والأمني للحد من تدفق المهاجرين وسط مطالب أممية وحقوقية بحل الأزمة الإنسانية للمهاجرين الذين يعيشون في غابات على حدود بيلاروسيا في أوضاع مزرية. لاجئ سوري عمره 19 عاما لقي حتفه بعد غرقه في نهر بوك على الحدود البولندية، ودفن في قرية بوهينيكي البولندية والتي تقطنها أقلية مسلمي بولندا. نحن نهدف إلى مساعدة الجميع بغض النظر عن انتمائهم الديني ولا لون البشرة. في الوقت الحالي نجمع الطعام والملابس للمحتاجين، نحن نساعد الجميع. بالنسبة لنا يتعلق الأمر بالإنسان، الكل يعاني. نتذكر عندما غادر البولنديون بلادهم عام 1939 وفروا إلى العراق، ولا ندري ما الذي ينتظر بولندا في المستقبل. الاتحاد الأوروبي وافق على العقوبات على بيلاروسيا، وفي انتظار الكشف عن تفاصيلها تستمر معاناة اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبي. غادر المهاجر السوري أحمد الحسن إلى دار البقاء ودفن في تراب الاتحاد الأوروبي ببولندا، لكن رسالته لا تزال مستمرة بشأن اللاجئين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بين بيلاروسيا وحدود الاتحاد الأوروبي، ومصيرهم بين الساسة. هل سيقدمون الموضوع الإنساني على الحسابات السياسية؟ محمد الفنيش، قناة الغد، من حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا. أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سلوك السلطات البولندية في التعامل مع المهاجرين على الحدود، مشددا على أن ذلك ينتهك القانون الدولي في التعامل مع المهاجرين. سلوك الجانب البولندي غير مقبول بالمرة. أعتقد أن استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وإطلاق النار فوق رؤوس المهاجرين نحو دولة بيلاروسيا يعكس رغبة في إخفاء أفعالهم. يجب عليهم أن يفهموا أنهم ينتهكون القانون الإنساني الدولي. من معبر ريكاردو بين ليتوانيا وبيلاروسيا ينضم إلينا موفد الغد محمد فنيش. محمد، إلى أين وصلت تطورات أزمة المهاجرين على الحدود حدود بيلاروسيا على الصعيد الإنساني؟
نعم لينا، الوضع مأساوي جدا. كانت هناك مشاحنات قوية بين المهاجرين وبين الأمن والشرطة الفولنديين، اللذان حاول المهاجرون حاول دخول تراب الاتحاد الأوروبي عبر بوابة بولندا. الأمن البولندي أكثر من 20,000 يعني من جندي وشرطي على الحدود، صدوا المهاجرين وأغلقوا بوابة المعبر. الشاحنات خلفي التي ترينها تمتد على مسافة تقريبا 5 كيلومترات هنا على المعبر بين بيلاروسيا وبولندا، بسبب أن المعبر البولندي مغلق، هو تقريبا قريب من هذه المنطقة 10 كيلومترات، وأغلب الشاحنات توجهت إلى هذا المعبر. لكن طول الانتظار هنا تقريبا يتجاوز تجاوز 14 ساعة، وبالتالي الأزمة هي إنسانية، هي اقتصادية، هي سياسية، هي كذلك تهديدات عسكرية. من يدفع فاتورة كل هذه الأمور هو اللاجئ الذي يعيش في غابات في العراء في درجة حرارة جد منخفضة. الشرطة البولندية والجيش البولندي استعمل خراطيم المياه من أجل صد المهاجرين، ولوحظ قبل قليل أن المهاجرين بدأوا في العودة إلى المخيم مرة أخرى. المخيم هو متاخم لحدود بيلاروسيا مع بولندا. هناك حالات من الأطفال كبار السن، نساء، كشف عن حالات من الوفيات مثل ما وقع مع اللاجئ السوري الذي توفي ليلة البارحة، وبالتالي يبدو أن المعاناة الإنسانية مستمرة. اللاجئون ارتفع عددهم إلى أكثر من 4,000 لاجئ بعدما كانوا الأسبوع الماضي أكثر من 2,000 مهاجر، وبالتالي نسبة 50% من الارتفاع تدق ناقوس خطر من أجل أزمة إنسانية تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية في الاتحاد الأوروبي بحل الأزمة المهاجرين بعيدا عن الخلافات السياسية، وهو كذلك ما ألحت عليها الأمم المتحدة. لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يرسل رسالة أن الهجرة مرحب بها بطريقة غير نظامية، وبالتالي يبدو أن بروكسل ووارسو تحاول أن تفرض أمر الواقع، وهو أن الهجرة طريقها الوحيد هو الطريق القانوني. كذلك بعض المراقبين وكذلك الاتحاد الأوروبي يرى أن مينسك بيلاروسيا وموسكو يستعملان ورقة المهاجرين على الأقل بحسب رواية الاتحاد الأوروبي للتملص من العقوبات المفروضة على بيلاروسيا ولتخفيف لهجة العقوبات المنتظرة تفاصيلها للمرة الخامسة تجاه بيلاروسيا من طرف الاتحاد الأوروبي. وبين هذا وذاك يظل المهاجر العراقي والسوري واليمني والأفغاني على حدود على حدود البلدين في وضع مأساوي صعب جدا. إليك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك محمد فينيش مفدى من الحدود مع بيلاروسيا. قال وزير الداخلية الفرنسي بعد مباحثات مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل إن فرنسا وبريطانيا ستشددان إجراءاتهما ضد مهربي المهاجرين. هذا وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 13 مهربا للبشر وتفكيك مخيم دونكيرك شمالية فرنسا. للمزيد تنضم إلينا من باريس مراسلة الغد بلقيس النحاس. بلقيس، لماذا فشلت فرنسا في كبح جماح هذه الظاهرة للمهاجرين القادمين من فرنسا إلى بريطانيا؟ وإلى أي مدى من شأن هذه المحادثات بين وزيري داخلية فرنسا وبريطانيا أن تخفف من الأزمة بين البلدين؟ يعني لينا، لعل يعني وزير الداخلية جيرارد درمان ألقى باللوم على بريطانيا، يعني قال أن السياسات المحلية والداخلية لبوريس جونسون هي ما تدفع المهاجرين لأن يبقوا هنالك. كذلك أشار إلى أيضا العصابات التهريب والذين يستغلون حاجة الناس إلى العبور إلى لندن، خاصة أن هنالك مخيم كبير يعني غراند ساند الموجود في منطقة دونكيرك، هو يحوي حوالي 1500 تم تفكيكه يعني بأوامر من وزير الداخلية جيرار درمانا، والذي يحوي مهاجرين يودون الذهاب إلى بريطانيا، وبالتالي فإنه سيتم نقلهم الآن إلى أماكن هنا في فرنسا في الشمال الفرنسي. ولكن هو عز ذلك إلى السياسة المحلية لبريطانيا، خصوصا أنها الوضع سوق العمل هنالك يؤدي إلى إتجار ببعض الأشخاص بأجور قليلة، وبالتالي هذا يدفع العديد من الناس إلى
الانتظار إلى سفر إلى بطريقة غير شرعية إلى لندن. إضافة إلى ذلك هنالك المجموعات والعناصر التي تستغل وجود هؤلاء في المخيمات اللاجئين من أجل عبورهم. يعني ذكر أيضا أنهم يعودون إلى جنسيات، يعني يحملون جنسيات بريطانية، بعض الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية هم يعملون ويعيقون عمل الشرطة الفرنسية. وبالتالي فإن يعني فرنسا تتضايق من وجود هذه المنظمات الغير الحكومية، والذين يعني أعرب جيرار ديرمان أن أغلبهم يحملون جنسيات بريطانية، وأنهم وهنالك أيضا منظمات غير حكومية، غير المنظمات غير أيضا شرعية تحاول أيضا تشجيع المهاجرين على عبور البحر إلى القناة وأخذ أموال من. يبدو أن هنالك مشكلة بالصوت بلقيس، نعتذر منك وعلى العموم شكرا جزيلا لوجودك معنا. قالت الشرطة البريطانية أن منفذ الهجوم الإرهابي أمام مستشفى ليفربول للنساء هو عماد السوالمين، طالب لجوء يبلغ من العمر 32 عاما، وهو من قام بتصنيع القنبلة التي انفجرت به خلال تواجده في سيارة الأجرة. من جهة أخرى، رفعت الحكومة البريطانية مستوى التأهب لمواجهة الأعمال الإرهابية من كبير إلى شديد. تفاصيل الهجوم الإرهابي في مدينة ليفربول بدأت تتكشف، حيث حددت شرطة مكافحة الإرهاب هوية المنفذ، وهو عماد السوالمين، طالب لجوء يبلغ من العمر 32 عاما. الشرطة قالت إن تحقيقاتها مستمرة لمعرفة أسباب قيامه بالعمل الإرهابي أمام مستشفى ليفربول للنساء. Given all the circumstances, it has been declared a terrorist incident. بالنظر إلى جميع الظروف نعلن أن الحادث إرهابي. ما زالت شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق، نسعى الآن لفهم كيفية صنعه للقنبلة وما الدوافع وراء الحادث ومعرفة إذا ما كان هناك أشخاص آخرون متورطون. الحكومة البريطانية قررت بعد اجتماعها المصغر رفع مستوى التهديد في المملكة المتحدة من كبير إلى شديد، وهو ما يعني أن البلاد من المحتمل جدا أن تواجه هجوما إرهابيا آخر، مبررة ذلك بسبب تعرض البلاد لهجومين إرهابيين خلال شهر واحد، حيث قتل النائب ديفيد إميس قبل شهر من هجوم ليفربول. Are now increasing the United Kingdom's threat level from substantial to severe. زدنا مستوى التهديد الذي تواجه المملكة المتحدة من كبير إلى شديد، وذلك بسبب أن حادث ليفربول هو الثاني خلال شهر واحد. نقوم بالتحقيقات ونتواصل مع الأمن والاستخبارات والشرطة. هدفنا هو التأكد من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن. شرطة مكافحة الإرهاب أعلنت اعتقال 4 أشخاص من حي ست كلايف في مدينة ليفربول للاشتباه بعلاقتهم بمنفذ الهجوم الإرهابي دون تحديد هوياتهم. هنا في روتلاند أفينيو كان يسكن عماد السوالمين قبل أن يستقل سيارة الأجرة ويتوجه بها إلى مستشفى ليفربول للولادة ليفجر نفسه ويصيب السائق بجروح، بينما تواصل الشرطة التحقيقات لمعرفة أسباب اختياره للمستشفى للقيام بالهجوم الإرهابي. عمر بشير، الغد، ليفربول. يبقى معنا من ليفربول مفادنا عمر بشير. عمر، إلى أين وصلت آخر التفاصيل والمعلومات حول هذا التفجير الذي وقع في ليفربول؟ يعني ساعة بعد ساعة تتكشف المزيد من التفاصيل حول ما حصل. مبدئيا نستطيع أن نقول أن الشرطة البريطانية أطلقت سراح المشتبه بهم 4 الذين اعتقلتهم الليلة الماضية بعد عدم وجود أي علاقة بينهم وبين منفذ الهجوم، وأشادت بتعاونهم مع الشرطة خلال التحقيقات. إذن في هذه اللحظات لا يوجد أي معتقل على ذمة هذه القضية أو هذا العمل الإرهابي. وزير الأمن البريطاني قال إن اتضاح الصورة بشكل كامل حول العمل الإرهابي في ليفربول ربما يحتاج إلى أسابيع. على أي حال، نحن نقف هنا أمام منزل منفذ الهجوم الإرهابي عماد السوالمين. عماد كان يسكن في الفترة الأخيرة في إحدى هذه الشقق السكنية وصنع فيها القنبلة اليدوية،
ثم جاء إلى هنا حيث نقف واستقل سيارة الأجرة وتوجه بها إلى المستشفى. الشرطة تحقق الآن ومن خلال أيضا وجود عناصر تابعة لمكافحة المتفجرات لمعرفة أي علاقات بين منفذ الهجوم الإرهابي عماد السوالمين بأشخاص آخرين، بخلايا على علاقة به من خلال البصمات ومن خلال أسلوبه في صناعة هذه القنبلة اليدوية. إلى الآن لا روابط بين السوالمين وأي عناصر أخرى، لكن الشرطة تقول إن التحقيقات ما زالت مستمرة وأنها سوف تسعى لكشف تفاصيل ما حصل في القريب العاجل. شكرا جزيلا لك عمر بشير مراسل الغد من ليفربول. برنامج من لندن متواصل معكم، وبعد الفاصل نتوقف عند بعض عناوين الصحافة البريطانية. أهلا بكم من جديد. في صحيفة تيليغراف اليومية نقرأ تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا تحت عنوان جونسون يقف بجانب أوكرانيا ويحذر من خط أنابيب الغاز الروسي. بوريس جونسون يقول إن على الدول الأوروبية أن تختار بين تكريس الغاز الروسي أو الدفاع عن السلام في أوكرانيا وسط تصاعد التوتر بين أوروبا وروسيا. ويشير التقرير إلى أن رسالة رئيس الوزراء الواردة في نص خطاب الليلة الماضية في مانشن هاوس موجهة بشكل خاص إلى ألمانيا التي دافعت عن خط أنابيب نورد ستريم 2. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دفعت قدما في إنشاء خط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا على الرغم من معارضة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد أحمد. يعني بداية، في أي سياق يمكن فهم هذه التصريحات لرئيس الوزراء بوريس جونسون في سياق هذه الأزمة المتصاعدة بين أوروبا وروسيا، وما هي الرسائل التي يريد أن يوجهها من خلال هذه التصريحات؟ يعني بوريس جونسون يواصل السياسة التي انتهجها منذ سنوات، منذ أن تولى الرئاسة وحتى عندما كان في خارج رئاسة الوزارة. هو يخف موقفا معاديا من روسيا ويدعم الدول التي تهددها روسيا، ويشعر بأن أوكرانيا مهددة من خصوصا بعد السيطرة على شبه جزيرة القرم. الآن دخلنا في رأيي مرحلة حرب باردة فعلية بين الطرفين، ما يجري في أوكرانيا، ما يجري في بيلاروسيا، ما يجري في البحر الأسود، كلها مؤشرات إلى أن الأمور بين الطرفين روسيا والمعسكر الغربي وصلت إلى مرحلة في رأيي لم تعد الدبلوماسية هي المسيطرة، بل المواجهة على مختلف الأصعدة. نعم، يعني في هذه الأثناء أيضا من المفترض أن يزور وزير الدفاع بن والاس بولندا هذا الأسبوع في رحلة تعتبر أنها إرسال دعم إلى وارسو. ما طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه بريطانيا إليها؟ هذه مهمة جدا هذه الزيارة، لكنها تأتي أيضا في سياق خطوات بريطانية تدعم بولندا منذ سنوات. للتذكير فقط، أرسلت بريطانيا منذ فترة قوات بريطانية، قوات عسكرية من أجل مساعدة بولندا ومن أجل التدريب كما يقولون. وأيضا أرسلت خلال الأيام القليلة الماضية بعض الخبراء العسكريين لمساعدة بولندا في مواجهة أزمة المهاجرين على بيلاروس. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تفقد بريطانيا هذه العلاقة مع دول أوروبا الشرقية، بل زادتها للتعويض عن خروج الاتحاد الأوروبي، وإن كانت قد زادتها تحت شعار الحلف الأطلسي وليس الاتحاد الأوروبي. لكن الدور البريطاني مهم جدا هناك، ولذلك نفهم ما قاله بوتين أمس عندما اتهم بريطانيا بأنها هي التي سببت الأزمة وأعاد الصورة إلى الحرب على العراق بالعام 2003 أن نتيجة المهاجرين هي نتيجة لهذه السياسة الأمريكية البريطانية. نعم، طيب وعندما يطلب ويوجه هذه الرسالة بوريس جونسون بأنه عليها على الدول الأوروبية أن تختار ما بين الغاز الروسي أو الدفاع عن السلام في أوكرانيا، إذا كان على صعيد بريطانيا بداية، ماذا ستقدم بريطانيا إلى أوكرانيا؟ بريطانيا تقدم الكثير لأوكرانيا،
تقدم مساعدات عسكرية، تقدم تدريب عسكري، لكن فيما يتعلق بمسألة الغاز برأيي هي أبعد إلى حد ما من الأحداث الجارية هنا. منذ أن توقعت روسيا وألمانيا اتفاقية السيل الشمالي رقم 2، والاتحاد الأوروبي تقريبا منقسم، بريطانيا تقود المجموعة التي تريد وقف هذا الخط، تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، أما ألمانيا فوبعها تقريبا الدول مثل إيطاليا وغيرها تشعر بأنها بحاجة إلى الغاز الروسي وتريد أن تبعد الغاز الروسي عن السياسة. لكن الضغط الآن يستهدف المستشار الألماني الجديد ميركل، ستخرج من الرئاسة قريبا، رئاسة الوزارة، أما المستشار الجديد فعليه أن يأخذ قرارا فيما يتعلق بخط السيل الشمالي رقم 2، وهذا طلب أمريكي بريطاني. عندما يقول بوريس جونسون أن على الأوروبيين أن يختاروا، فإنما هو يضع ضغطا على المستشار الألماني الجديد. وكيف سيكون نهج هذا المستشار الألماني الجديد؟ هل سيخطو خطى ميركل خلافا لرغبة بريطانيا والولايات المتحدة، أم سينهج نهج أقرب إلى بريطانيا والولايات المتحدة على عكس ميركل؟ الأرجح أنه سيواصل سياسة ميركل مع مجموعة من الشروط المهمة. هو يدرك، الألمان يدركون أن الضغط الأمريكي تحديدا هو ضغط من أجل أن يبيعوا الغاز المسيل الذي يأتي من أمريكا، وإن كان بسعر أعلى. ألمانيا لا تريد هذا الأمر، تريد غازا بأسعار معقولة وقريب من بلادها. المستشار الجديد الأرجح أنه سيواصل سياسة ميركل، لأن المسائل البناء الخط قطع شوطا بعيدا جدا، هو أصبح جاهزا للاستعمال، لكن سيضع شروطا بشكل أن يكون أن لا تقدم، مثلا من الشروط التي وضعتها ميركل ويصر عليها الألمان، أن لا تقدم الألمان روسيا على تحويل خط امدادات الغاز من أوكرانيا إلى مناطق أخرى، وهذا يعني دعم بطريقة غير مباشرة لأوكرانيا، هذا من الشروط مثلا. ابقوا معي سيد أحمد، وننقل هذا الخبر عن صحيفة الجارديان، وعلى صفحتها الأولى تناولت أزمة المهاجرين والعقوبات على بيلاروسيا، وعنوان التقرير: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بيلاروسيا في الوقت الذي يتجمد فيه آلاف المهاجرين على الحدود مع بولندا. وافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة على بيلاروسيا تستهدف كل من يشارك في تسهيل نقل الأشخاص إلى حدوده مع بولندا، حيث الآلاف عالقون في مخيمات مؤقتة في طقس متجمد. وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشينكو بشن هجوم مختلط ضد الكتلة باستماح للأشخاص من الشرق الأوسط الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى مينسك، ومن ثم التوجه إلى الحدود البولندية. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن قرار 27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يعكس تصميم الاتحاد الأوروبي على الوقوف في وجه استغلال المهاجرين لأغراض سياسية. وقال بوريل إن العقوبات ستشمل الأشخاص وشركات الطيران ووكالات السفر وكل من يشارك في هذا الدفع غير القانوني للمهاجرين ضد حدودنا. لاستكمال التعليق مع سيد أحمد أصفهاني على هذا الموضوع، يعني سيد أحمد، إلى أي مدى من شأن هذا القرار من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروسيا أن يصاعد ويفاقم من الأزمة في هذه المرحلة؟ يعني ينطبق عليهم المثل أنا الغريق ومخاوفي من البلل. الاتحاد الأوروبي فرض 4 جولات من العقوبات على بيلاروسيا ولم تؤثر. لماذا؟ لأن بيلاروسيا حليف روسيا، حليف موسكو، وموسكو لن تتخلى عنها بأي شكل من الأشكال. التوتر هو الآن توتر سياسي، للأسف الشديد يستخدمون اللاجئين كسلاح فقط للتسكير، لحتى ندرك كيف يتعامل، كيف أن هذا القرار قرار سياسي. قبل سنوات عندما فتحت تركيا الحدود لآلاف لملايين المهاجرين كي يهاجموا الاتحاد الأوروبي، كيف لماذا كان موقف الاتحاد الأوروبي؟ كان موقف الاتحاد الأوروبي التفاوض مع تركيا ودفع رشوة 3 مليارات يورو من أجل إسكار هذا الباب. هذا ما أقصد بالسياسة الآن، لأن التعامل مع بيلاروسيا تستخدمهم كسلاح، وبولندا ترفضهم كسلاح، والاتحاد الأوروبي
يريد أن يستخدم هذا الجانب الإنساني كسلاح. الذي يدفع الثمن هو الناس المهاجرين العاديين الموجودين الآن في مناطق حرام تقريبا، تحت البرد وتحت ظروف إنسانية غير لائقة تماما. أشكرك جزيلا سيد أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي من لندن. برنامج من لندن متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. منظمة الصحة قلقة من وتيرة انتشار فيروس كورونا في أوروبا. أهلا بكم من جديد. زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مدينة سامجيون الشمالية الغربية على الحدود الصينية في أول ظهور علني له منذ أكثر من شهر وسط تكهنات حول تراجع وضعه الصحي. سامجيون هو مشروع المدينة الريفية النموذجية الذي وصفه كيم بأنه تجسيد للإرادة الحديدية لكوريا الشمالية لتحقيق الازدهار في مواجهة العزلة والضغط الدوليين. بعد غياب دام أكثر من شهر، كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية يظهر بشكل علني وسط تكهنات وشائعات بشأن صحته كونها أطول مدة يتوارى فيها عن الأنظار العامة منذ 7 سنوات. الزعيم الكوري الشمالي قطع الشك باليقين من خلال زيارته لمدينة سامجيون في شمال غربي البلاد على الحدود مع الصين، حيث يجري تنفيذ مشروع تنمية كبير والذي وصفه جونغ أون بأنه تجسيد للإرادة الحديدية لكوريا الشمالية لتحقيق الازدهار في مواجهة العزلة والضغط الدوليين. كوريا الشمالية كانت تعتزم الانتهاء من مشروع تنمية مدينة سامجيون بحلول عام 2020 بالتزامن مع الذكرى 75 لتأسيس الحزب الحاكم، لكنها لم تتمكن من ذلك في ظل العقوبات المفروضة على برنامج جونغ أون للأسلحة النووية والصاروخية، فضلا عن إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا. مدينة سامجيون الواقعة عند سفح جبل بايكدو أعلى قمة في شبه الجزيرة الكورية هي مسقط رأس والد جونغ أون الزعيم الراحل كيم جونغ إيل والمركز الروحي للثورة في البلاد. مسؤول كوري جنوبي قال إن زيارة جونغ أون للمدينة تهدف للترويج للمنجزات التي أحرزها خلال أول عام من خطة التنمية المقررة على مدار 5 أعوام، بالإضافة إلى إبراز جهود الزعيم الكوري الشمالي لتحسين حياة المواطنين بالتزامن مع الذكرى 10 لقيادته للبلاد. فرضت فرنسا ضوابط جديدة على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات هناك، ويستثنى الأشخاص المقيمين على مسافة لا تتخطى 30 كيلومترا من الحدود من الإجراء الجديد، ولا يشمل من يزور فرنسا لأقل من 24 ساعة متتالية، كما أنه يستثني سائقي شاحنات النقل البري إن كان عبورهم الحدود يندرج ضمن نشاطهم. فرضت السلطات النمساوية إجراءات إغلاق تستهدف حوالي 2 مليون شخص لم يتم تطعيمهم بشكل كامل ضد كورونا، فيما فرضت هولندا حظر تجول على الحانات والمطاعم. هذا وقالت منظمة الصحة العالمية إن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا مقلقة جدا في الوقت الراهن، ما قد يؤدي إلى تسجيل 500,000 وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل. أوروبا أصبحت مرة أخرى المنطقة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، حيث باتت النمسا وهولندا من أول الدول في أوروبا التي تفرض إغلاقاً جزئياً منذ الصيف الماضي، وأغلقت برلين مطاعمها في وجه من لم يتلقوا اللقاح، فيما تسابق فرنسا الزمن لتكثيف حملة الجرعات المعززة. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ارتفعت الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية بنسبة 7% والوفيات بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم التي ترتفع فيها حالة الإصابة والوفيات بنسب عالية، وتتوقع المنظمة تسجيل 500,000 وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل. المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها أو الآخر نبه من الوضع الوبائي العام في البلدان الأوروبية، وقال أنه يبعث بالقلق الشديد إزاء الارتفاع السريع في عدد الإصابات اليومية الجديدة، وعلى سبيل المثال في ألمانيا.
نحن الآن بأقصى طاقتنا، عدد المرضى يتزايد بشكل واضح. إذا نظرنا إلى الإصابات الجديدة المسجلة في الأسبوعين الماضيين، ونحن قلقون جدا بشأن الطريقة التي سنعتني بها بكل هؤلاء الأشخاص. الخبراء الصحيون رأوا أن التراخي والتهاون في إجراءات الوقاية كالتباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى بطء عملية التطعيم نسبياً وتراجع المناعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مبكراً، من مسببات هذه الموجة الوبائية الجديدة التي تواجهها القارة الأوروبية من جديد. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يرى حاجة في الوقت الراهن للانتقال إلى الخطة باء أو السيناريو البديل الخاص بفرض الكمامة وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل في بريطانيا، لكنه أبدى الحذر إزاء زيادة إصابات كورونا في أجزاء من أوروبا. وتعمل المملكة المتحدة على توسيع برنامجها لإعطاء الجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا ليشمل فئة أقل سن في إطار مساعي البلاد إلى تجنب موجة أخرى من الوباء هذا الشتاء. من لندن ينضم إلينا دكتور عمار الخميسي الباحث المتخصص في مجال فيروس كورونا واللقاحات. أهلا بك دكتور. يعني لماذا يرى بوريس جونسون أن لا حاجة للانتقال إلى خطة باء أو فرض أي إجراءات لمواجهة فيروس كورونا في المملكة المتحدة في الوقت الذي بدأنا نشهد فيه بعض الدول الأوروبية كالنمسا وهولندا وبلجيكا وغيرها تفرض إجراءات للإغلاق؟ هل يعني ذلك أن الوضع في بريطانيا آمن نسبيا وتحت السيطرة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى؟ مساء الخير وتحياتي لكم. للأسف الشديد رئيس وزراء بريطانيا يعيش في عالم آخر، في كوكب آخر خارج بريطانيا. هو الشهر السابع قبل 4 أشهر أعلن نصر وهمي على الفيروس وفتح كل شيء، رفعت جميع الإجراءات الاحترازية، لا كمامة لا تباعد لا كل شيء، والشعب انطلق. للأسف الشديد تحولت الآن بريطانيا إلى بؤرة الوباء حال حال روسيا. يعني بؤرة الوباء في أوروبا الآن هي روسيا وبريطانيا بالمناسبة. دي يحاولون مع بوريس جونسون أنه العودة لإجراءات الاحترازية دي يرفض. حتى من يروح يذهب للمستشفى يتوسلون به حتى يلبس كمامة يرفض. قبل 4 أيام ذهب إلى مستشفى حاولوا وياه داخل المستشفى 3 مرات حتى يلبس كمامة ورفض. فبالتالي هو دي يحاول يبقى على النصر الوهمي اللي أعلنه. للأسف الشديد إحنا وضعنا سيء جدا في بريطانيا. احنا عندنا تقريبا معدل 40,000 إصابة باليوم، وهاي ال 40,000 إصابة الموثقة، احنا عندنا تقريبا ضعف هذا الرقم اللي الناس ما يروحون يحللون ما يسوون. ولكن أمام كل هذه الانتقادات، يعني بالفعل كان هنالك بالسابق انتقادات وأيضا استقالات من قبل كبار العلماء الذين وجهوا نصيحة باتخاذ إجراءات من قبل الحكومة البريطانية، ولكن ألا تعتقد أن الوضع بالفعل تحت السيطرة ولا يستدعي لجوء الحكومة على أي إجراءات؟ وإلا لماذا هذا التراخي؟ هل هنالك من تفسيرات؟ هو يعتمد على كم شخص موجود بالمستشفى. إحنا عندنا معدل الآن 1,000 شخص يدخل باليوم، ولكن هو كم شخص محتاج الانتنسيف كير، جهاز التنفس الصناعي. تقريبا عندنا الآن 9,000 شخص بالمستشفى، ربع هذا الرقم على الانتنسيف كير. هو عنده بعد مجال، يعني يتحمل 9,000، يتحمل بعد ضعف هذا الرقم. ولكن احنا عندنا مستشفياتنا في انجلترا خصوصا ولندن وجنوب انجلترا تعاني بشكل كبير. الاسره غير موجوده، هناك ضغط على الكوادر الصحيه ان كان الاطباء، وكذلك الضغط على الكوادر الصحيه الاخرى النيرس وغيرها. فبالتالي هو مدى يقدر يستوعب فكره انه العوده الى بعض الاجراءات الاحترازيه، لان كيف هو قبل 3 أشهر اعلن انتصار على الفيروس، وكيف الان يرجع للاجراءات الاحترازيه؟ كذلك اعتقد ان هذا الرجل يحمل بعض الافكار المريضه. هاي الافكار المريضه قاعد تدفع عائلاتهم، مو مشكله احنا عندنا. هو انا ما افهم يعني ما هي اهميه الديسكو الان في هذا الظرف، وما هي اهميه البارات في هذا الظرف، ما هي اهميه انه ملعب كره قدم 90,000 متفرج بدون كمامه بدون تباعد بدون كل شيء. انا ما اعتقد ان هاي مهمه. طيب بس للاسف الشديد هو شخص يحمل افكار مريضه. يعني حذر بوريس جونسون بأنه على الجميع اتخاذ الجرعات المعززة من لقاح كورونا، وإلا سيتم اللجوء إلى فرض مزيد من الإجراءات وربما الإغلاق. هل سنشهد أي إغلاق في المرحلة المقبلة، وأي مستقبل يحمله الفيروس في فصل الشتاء في المملكة المتحدة باعتقادك؟
هو هذا النقطة المهمة جدا. احنا الآن نعيش الدلتا بلس. الدلتا بلس هي سلالة عائلة من عائلة الدلتا. طبعا احنا عندنا عائلة الدلتا 45 سلالة. الآن خرجت ان الدلتا بلس هاي هي سلالات الصيف بالمناسبة. الدلتا بلس سلالة الصيف هي عائلتين سلالتين AY41 والAY42 اللي نشهد الآن في جميع الدول الأوروبية. زائدا هناك نسخة جديدة متحور جديد في فرنسا أعلنت عنه فرنسا الأسبوع الماضي. أعتقد يتحدثون عن نسخة جديدة من جنوب أفريقيا تسمى BC12 اللي هي قاسية جدا وشديدة. للأسف الشديد إحنا راح نبقى مع متحورات الفيروس على الشتاء وراح نشهد شتاء قاسي وصعب جدا. في بريطانيا تم التوجه إلى الجرعة الثالثة. أنا أخذت الجرعة الثالثة بداية الشهر العاشر. كل أهلي وأقربائي وأصدقائي أخذوا الجرعة الثالثة اللي هي ضرورية جدا لديمومة مناعة الجسم. إحنا اكتشفنا عن طريق منظماتنا الصحية وكذلك شركات الأدوية بلغونا هذا الشيء قبل كم شهر أنه فعالية اللقاح تنخفض بعد الجرعة الثانية بستة أشهر. أي الأجسام المضادة داخل جسم الإنسان تنخفض تقريبا 50%. وكذلك فعالية اللقاح على تحفيز خلايا البي وخلايا تي لمواجهة الفيروس بالمستقبل أيضا تنخفض تقريبا 50% بعد الجرعة الثانية ستة أشهر. فتوجهنا إلى الجرعة الثالثة. كان المفروض الجرعة الثالثة نأخذ لقاح جديد. شركات فايزر، مودرنا، أسترازينيكا عملوا لقاح جديد أي يحمل شفرة وراثية جديدة ولكن لم يستطيعوا تسويقه. فبالتالي أخذنا نفس اللقاح اللي أخذناه بالشهر الواحد والثاني هذه السنة ولكن شهر الرابع نأخذ الجرعة الرابعة اللقاح الجديد. في بريطانيا يعتبرون أن الجرعة الثالثة هي اللي راح تخليه يبتعد عن الإغلاقات. بس أنا متأكد على كريسمس سوف نعود للإغلاقات. أشكرك جزيلا دكتور عمار الخميس الباحث المتخصص في مجال كورونا واللقاحات، شكرا لوجودك معنا. قال الرئيس التنفيذي لمجلس الدواجن البريطانية ريتشارد جريفيث إن العملاء سيضطرون للالتزام بقواعد محددة لشراء اللحوم الديك الرومي في موسم عيد الميلاد وذلك لتطويق أزمة النقص الحاصل بسبب عجز سلسلة التوريد عن تلبية الطلب المتزايد. وتتجه السوق البريطانية في ذلك إلى سد حاجتها باستيراد مزيد من الدواجن واللحوم من بولندا ودول أوروبية أخرى. رأس ديك الرومي لكل أسرة فقط، هكذا نظمت بريطانيا وضعها للتغلب على نقص لحوم الديك الرومي. وفي حال التزام العملاء بقواعد الشراء في موسم عيد الميلاد سيتوفر ما يكفي لسد حاجة الأسر في العيد، إلا أن حمى التهافت على الشراء يرفع توقعات نقص المعروض من اللحوم بسبب ضعف سلسلة التوريد في بريطانيا. مشكلة الديك الرومي في المملكة المتحدة هو عدم وجود ما يكفي من العمال في المسالخ، ولا يوجد عدد كافي من الجزارين لذبح الطيور وتقطيعها، لذا لن ننتج الكثير من الديك الرومي هذا العام. ونتيجة النقص في عدد العاملين في سلسلة النقل والخزن والشحن، أعلنت السلطات البريطانية عن 1.5 مليون وظيفة شاغرة لتعويض النقص، كما لجأت لأسواق أوروبية مثل بولندا لسد النقص في احتياجاتها من منتجات اللحوم. السوق البريطانية مهمة جدا لصادرات بولندا من الدواجن، وفي السنوات العشرة الماضية زاد التصدير إلى 4 أضعافه، وتزداد شعبية الدواجن البولندية في السوق البريطانية، فقد تم تصدير 46% إلى بريطانيا. شروط الإغلاق وفرض قيود على المحتفلين بعيد الميلاد العام الماضي جاء بردة فعل عكسية هذا العام، حيث ارتفع إقبال المحتفلين على تجهيزات عيد الميلاد بكل أنواعها، ما وضع ضغطا كبيرا على الأسواق بالتزامن مع تفاقم أزمة النقل والشحن بسبب تداعيات كورونا ونقص العمالة التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. العمل على بريكزيت يمر بمراحل، واليوم تبرز تعقيدات جديدة للتعامل مع سلسلة التوريد وفق الشروط الجديدة، ومنها شروط التخليص الجمركي والذي يستغرق وقتا أطولا ويسبب التأخير، هذا بالإضافة للشهادات الصحية. وأيا كانت العراقيل لوصول الديك الرومي لمائدة المحتفلين بعيد الميلاد، إلا أنهم يصرون على أن تكون موائدهم عامرة بحضور الديك الرومي وزينة الميلاد الفريدة ليعلنوا بدء طقوس عيد الميلاد بأجمل حلتها.